Hello, good morning students. How are you? كيف حالكم يا سابع؟ شو أخباركم؟ Yes, we will talk about page number 36. Please open your book, page number 36. Yes, new words. عندنا new words اللي بصفحة 36 بنحلهم. في عندنا هنا جمل بدنا نكملهم بالكلمات اللي فيها فراغات. طبعا من خلال الكلمات الموجودة عندي بالبوكس في الأعلى بدي أكمل الجمل. تمام، يلا نمبر وان. أول إشي عن الجمل، الكلمات هي persistent يعني مصر، لحوح، تك يدق أو تك يعني تك، anticipated يتوقع، angled يميل، compete منافسة، official رسمي، estimated bid. هذول estimated يقدر أو قدر، bid اللي هي محاولة أو سعي. طيب number one، the فراغ ball of the World Cup has to be approved by FIFA and is used by all the teams. يعني هنا إيش؟ طبعا هنا approved معناها شو معنى approved؟ يعني وافقة، proved يعني وافقة. تمام، هنا الجواب راح يكون عندنا هو official يعني official. اوكي number one official، نكتب هنا official number one. طب number two، the football player، اللاعب كرة القدم، فراغ، the goalkeeper's next move so he kicked the ball pass the goalkeeper. يعني لاعب كرة القدم فراغ، الخطوة التالية لحارس المرمى، لذلك ركل الكرة أمام حارس المرمى. وأنا شو الجواب؟ إنه لاعب كرة القدم anticipated يتوقع إنه من الحارس الخطوة التالية. إذا number two هي anticipated. أوكي number three، there was no official count but it was فراغ، that there were 200,000 people in the audience. In the audience there was no official count، يعني لا يوجد عدد رسمي، لكن was ايش؟ شو ممكن الجواب؟ لكن was estimated، estimated يقدر بأنه 200,000 شخص في الجمهور، audience جمهور. اوكي number four، seven countries made a فراغ to be a host country for the Olympics. طبعا هنا number three جوابها اللي هي estimated. اوكي estimated هي number three. طيب number four، seven countries made a to be host country for the Olympic، يعني قدمت سبع دول فراغ لتكون مضيفة، دولة مضيفة للأولمبيات. فهنا شو بيكون الجواب؟ اللي هي محاولة، تحاول تكون يعني بد. نمبر فور. اوكي خلينا نكمل حل أسئلة. نمبر فايف، the driver فراغ the car just right to get it into the parking place. يعني إنه هنا السيارة، السائق فراغ إنه إنه يقوم طبعا في شو؟ إنه السيارة بدي يعملها بشكل صحيح عشان يدخلها على الباركينج. الباركينج يعني مكان السيارة، باركينج يعني بليس مكان السيارة. فهنا السائق شو بدي يعمل؟ بدي يضبط السيارة بزاوية، يعني هنا بزاوية، يعني ليش بزاوية صحيحة حتى يدخلها إلى الباركينج. أوكي يعني هنا بزاوية اللي هي معناها angled. أوكي إذا angled اللي هي number five. yes number six، we put in a new pottery so the clock began to فراغ again. إذا هنا نحن نضع بطارية جديدة، لذلك بدأت الساعة بشو؟ بالدق مرة أخرى.
إذن tick number six. 7. The فراغ goalkeeper stopped four shots in a row. يعني توقف حارس المرمى إيش لي لإيش أوقف حارس المرمى أربع تسديدات متتالية في الصف، أربع تسديدات متتالية. فإنه هنا هذا الشخص إيش ماله persistent، لحوح، مثالي. أوكي، إذا persistent هي number seven اللي هي persistent. طيب number eight our football team we will فراغ with the first place team tomorrow. طبعا هنا فريق كرة القدم، فريقنا كرة القدم سفراغ مع إيش المركز الأول، مع فريق المركز الأول غدا. فهنو بدهم إيش يتنافس، فشان يتنافس compete. إذن compete اللي هي number eight اللي هي compete. أوكي، يعطيكم ألف عافية يا سابع. إن شاء الله رح أرفق لكم الإجابة النموذجية يا سابع. هذه الإجابات النموذجية يا سابع، هاي هي الإجابات النموذجية. أوكي.